مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة. في هذا الفيديو سأقدم لكم معلومات عن السلطانة عائشة حفصة، والدة السلطان سليمان القانوني وزوجة السلطان سليم الأول. عاشت السلطانة حفصة ما بين 1479 و1534، أي 55 عام، وكانت واحدة من أكثر الشخصيات نفوذا في الدولة العثمانية، خاصة بعدما تولى ابنها الحكم سنة 1520 وأصبحت هي أول سلطانة أم في الدولة العثمانية. وكان يتم نقل سلطانات الأم من القصر القديم إلى قصر توبكابي في موكب كبير يسمى والدة ألاي، أي موكب السلطانة الوالدة. وقد سبق وأن نشرت فيديو بعنوان جميع السلطانات الوالدات بالترتيب والصور، ستجدون رابطه أسفل الفيديو. المهم أن السلطانة عائشة حفصة كانت أول سلطانة أم في الدولة العثمانية، ويعتقد أن للسلطانة أدوار إيجابية في لجم الخلافات بين زوجتي القانوني خورم ومهدي فران، والتي انتهت بعد وفاتها بنفي السلطانة مهدي فران إلى مانيسكا. كما يعتقد أنها كانت توفر الحماية لزوج ابنتها الصدر الأعظم القوي إبراهيم باشا، والذي أعدم بأمر من السلطان بعد نحو عام من رحيل السلطانة عائشة حفصة. بالنسبة لأصول السلطانة عائشة حفصة، فقد ذكر رأيان مختلفين في المصادر المتنوعة. وطبقا للرأي الأول، فيستدل أن السلطانة عائشة حفصة تكون ابنة مانجلي جيراي ملك القرم. وفي الحقيقة أن واحدة من بنات الملك مانجلي تزوجت من السلطان سليم الأول، ولكن ليس مؤكدا أنها هي والدة السلطان سليمان القانوني. فهنالك رأي آخر يقول أن السلطان قد ولد من زوجة أخرى ذات أصول أوروبية واسمها عائشة حفصة. أنجبت السلطانة عائشة حفصة 4 أولاد لم يتبقى منهم سوى السلطان سليمان القانوني، وهم الأمير أورهان شلبي، الأمير موسى، والأمير كركوت. كما أنجبت 4 سلطانات هن السلطانة خديجة وبيان والشيخ وفاطمة. هنا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم. كل الفيديوهات التي تطلبونها مسجلة في دفتر وسيتم إنجازها متى توفرت المعلومات. شكرا لثقتكم.